تقف تتعب بالساعات عشان تجهزوا ليهم، والملبس والمأكل، وإنه البيت يعتبر صحراء في عدم وجودها، وإن هي المصباح اللي بتنور البيت وإن هي زهرة المكان. كنت سعيدة جدا. هو طبعا النقطة اللي الناس كلها مسكت فيها، ودي حاجة كويسة يعني، أنا بشايفها اللي الناس قلقت منها، إنه الاتنين الحراس بتوع منتخب مصر الأساسي والاحتياطي بتاعه، أو يعني الأول والتاني، بلاش الأساسي والاحتياطي يعني، خلينا نقول الأول والتاني، استقبلوا 8 تجوال في ماتش هما الاتنين. يمكن دي حاجة قلقة الناس، وأنا شايف إن دي ظاهرة صحية.